البحرانيون ينظرون بعين الغضب إلى السياسة البريطانية حيال بلادهم والقائمة على دعم نظام آل خليفة الدكتاتوري والوقوف بوجه حق الشعب البحراني في تقرير مصيره وفقا لما نصت عليه المواثيق والعهود الدولية. هذا الغضب عبر عنه وطوال 4 سنوات خلت جمع من الناشطين الذين اعتادوا على إقامة اعتصام أسبوعي أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية لحملها على تغيير سياساتها إزاء بلادهم. لأن هذا الاعتصام بالإضافة لجهود الجهود الأخرى والجهود الحقوقية وأيضا الجهود الإعلامية مجموعها حقق ضغطا على السياسة البريطانية ونحن واثقون بأن السياسة البريطانية ستتغير. ظلامة البحرانيين أثارت تعاطف الأحرار ومن مختلف أنحاء العالم ممن اعتادوا على المشاركة في هذا الاعتصام تعبيرا عن تضامنهم مع هذا الشعب الصامد. وكذلك أيضا نستنكر كل الأعمال الإجرامية التي تقوم بها السلطات البحرانية ضد السجناء السياسيين البحرانيين، ونطالب السلطة البحرانية بالاستجابة لكل مطالب الشعب البحراني. وفي الوقت الذي يشارك فيه الناشطون في هذه الاعتصامات فإنهم يؤكدون على حق الشعب البحراني في الدفاع عن نفسه. تتضح الصورة بشكل لا لبس فيه أن البحرين ترزح تحت الاحتلال، وأن عددا من الجيوش الأجنبية تحتل البحرين، وأن شعبها يستهدف في وجوده وفي فرائضه وفي معتقداته وفي هويته، وبالتالي حق البحرانيين كل الحق أن يدافعوا بكل ما أوتوا من قوة لتحرير بلدهم ولوقف هذا الاستبداد ولكي يحكموا نفسهم بأنفسهم، فبالتالي المقاومة هي حقهم والمقاومة هي المشروع القادم. ليس أمام البحرانيين من خيار سوى الدفاع عن وجودهم ومعتقداتهم التي تواجه خطرا داهما لم تتعرض لمثله عبر تاريخها. آل خليفة against the wishes of our people who started our revolution on the 14th of February 2011. Yes, gentlemen, this week, today, 200 weeks. بعد مرور 200 أسبوع على إقامة هذا الاعتصام لا زال هؤلاء الناشطون يصرون على الاستمرار به وحتى تغير الحكومة البريطانية من سياستها اتجاه البحرين. سهر عريبي للبحرين اليوم من أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن.